الندوة اللي كنظمها اليوم مع مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية مدى تأتي في إطار الأنشطة التي العلمية والدراسية التي تستهدف دراسة الحقل السياسي بالمغرب والفعل السياسي. نقارب اليوم موضوع التحالفات الحكومية بالمغرب بين أزمات التوافق والهشاشة. نطرح هذا السؤال على فاعلين سياسيين وباحثين أكاديميين من أجل أن نسلط الضوء على موضوع دائما ما يطرح عشية أو خلال المرحلة الانتخابية. نحن اليوم نطرحه لأنه موضوع مطروح على الباحثين بشكل دائم. ما الذي يتحكم في التحالفات الحكومية بالمغرب؟ الكثير من المتتبعين يتحدثون على أن في لحظة الانتخابات يعني يبرز اللا سياسة في تشكيل هذه التحالفات. الكثير من الباحثين كذلك يعتبر بأنه لا يمكن لأي حزب سياسي في المغرب أن يشكل حكومة إلا في إطار ائتلاف حكومي. يفرض عليه هذا الموضوع أن يتحالف مع أحزاب من مرجعيات مختلفة يمكن أن لا تجمع بينها المرجعية الإيديولوجية. يتم التوافق على برنامج للعمل ويتم تشكيل هذه التحالفات الحكومية. اليوم نحن بصدد مقاربة هذا الموضوع مقاربة علمية إسهاما منا في تسليط الضوء على واحد من المواضيع أو من المسائل الأساسية التي تطرح في الحقل السياسي المغربي. وهذا يعني كنتمنوا من خلاله هذا الاهتمام وانخراط الخبراء والباحثين في توجيه أصحاب القرار إلى القرار الصائب. اليوم احنا محتاجين باش يكون عندنا واحد الحكومة قوية منسجمة، ما يكونش فيها عدد كبير ديال الوزراء، يكون عندها واحد التوليفة متناغمة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال واحد آليات قانونية اللي كتعطي فرز تقاطبية لتحقق هذا الهدف. لذلك فاليوم هذا اللقاء هذا فيه خبراء وفيه كذلك سياسيين، غادي يكون فيه واحد النوع من التداول الصريح وتكون فيه واحد النوع من المكشفة من أجل أننا يعني نخرجوا بواحد مجموعة من التوصيات اللي من خلالها نتمنى أن بلادنا تزيد تخطو خطوات أخرى نحو الديمقراطية، بأن تكون عندها حكومة قوية ما يكونش فيها عدد كبير للوزراء، يكون عندها برنامج باين تقدموا به للمنتخبين الناخبين وهو اللي غادي يكون يتنزل في الواقع، ما يكونش يعني تراجع عليه، لان ملي كيكون عدد كبير ديال الاحزاب السياسيه بسبب هاد الاليات اللي تكلمنا عليها كتكون طبعا تنازلت عن نقاط ولا محاور في البرامج ديال كل حزب، وهذا كيشكل واحد تراجع لما تقدم به الناخب المنتخب للمواطن. ولذلك فنظن اننا اليوم احنا في حاجه الى اننا نرفعوا العتبه باش تكون عندنا احزاب قويه حاضره، نديروا قاسم انتخابي سليم اللي كيكون مبني على اسس صحيحه باش يمكن لنا كذلك يكون عندنا تمثيليه حقيقيه، باش ما نديروش البلقانه. هذيك البلقانه راه لا تساهم في التنميه. إلا بغينا التنمية ضروري خاصنا الديمقراطية، ولا بغينا الديمقراطية خاصنا نديرو آليات حقيقية لإفراز نخب قوية ومستقلة وعندها القرار ديالها، ماشي خاضعة للخرائط وهندسة موضوعة من طرف الغير.